عشبة المريوت هي من الأعشاب الطبية التي تنتشر بمناطق البحر الأبيض المتوسط، ويطلق عليها مسميات أخرى مثل الفرسيون والروبيا والميروت، وهي من النباتات التي تنمو بكثافة وقد يصل طولها إلى متر واحد. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على فوائد تناول الشاي المريوت. تحتوي عشبة المريوت على الكثير من المواد التي تعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم وتحافظ على بقائه في المستوى الصحي، لذلك ينصح بشرب المريوت للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري. تعد من النباتات المفيدة في تطهير الجهاز الهضمي والتخلص من الميكروبات والديدان التي تستوطن المعدة، كما تساعد على الهضم والتخلص من عسر الهضم وطرد الغازات من المعدة. تعمل على فتح الشهية وتساعد في علاج النحافة، كما تعمل على تقوية خلايا الكبد وتقوية الجهاز المناعي بما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة للجسم. تساعد في علاج التهاب الجهاز التنفسي والتخلص من البلغم المتراكم في الحلق، كما تساعد في علاج التهاب القصبة الهوائية والسعال الذكي، كما تساعد في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا وتقلل نسبة الإصابة بالربو، كما تساعد في التخلص من ألم التهاب الحنجرة. يساعد في تقليل ألم الدورة الشهرية بسبب احتوائه على كمية كبيرة من هرمون الإستروجين، بالإضافة إلى أن تناول الشاي المريوت يساعد على تنظيم الهرمونات الأنثوية، مما يساعد في زيادة نسبة الخصوبة، كما يساعد في علاج اضطرابات سن اليأس. يساعد في تبييض الأسنان خاصة إذا تم مزجه بعصير الليمون، ويعالج أيضا تقرحات اللثة. وتساعد الزيوت المستخلصة من عشبة المريوت والتي تعتبر مفيدة جدا للاسترخاء والتخلص من الإرهاق والتعب. يساعد تناول شاي المريوت في علاج زيادة ضربة القلب، كما يساعد في تقوية الذاكرة وتقوية الخلايا العصبية، ويساعد في الحفاظ على صحة العين، ومفيد في تقوية أعصاب العين، كما يحافظ على النظارة. تحتوي عشبة المريوت على عناصر غذائية عديدة مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والمواد المضادة الأكسدة وغير ذلك من العناصر، والتي تؤدي إلى حماية خلايا الجسم ومقاومة الجذور الحرة التي تعد المسبب الرئيسي للإصابة بمرض السرطان. لم ترصد حتى الآن أضرار مباشرة لعشبة المريوت، ولكن ننصح بعدم تناولها في بعض الحالات، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات، حيث من الممكن أن تتسبب في بعض الأضرار للأم والجنين، لذلك ينصح بعدم تناولها للوقاية، كما ينصح بعدم استخدام عشبة المريوت لمرضى القلب إلا بعد استشارة الطبيب. وإلى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.